حدود جغرافية نرفعها بيننا وبينكم، وننزل عليكم سلاما من غير حدود من أعالي النصف الشمالي للكرة الأرضية. قد تحدثنا في اللقاء السابق عن المعركة بين جندي معاوية وبين الكوماندو، وتحدثنا أن الفكر بدأ يتحول من فكر تسلسلي إلى فكر تشعبي. هنا إشارة لطيفة شاهدتها، ويجب أن نكون حساسين لهذه الإشارات الصغيرة الدقيقة. في المواقع القديمة يتم عرض الزوار، قوائم الزوار، يتم عرض الزوار على شكل قوائم. ترى تدخل الموقع، ترى أعلام الزوار الداخلين إلى الموقع، تراها بشكل قائمة متسلسلة. ولكن في المواقع الحديثة كما في مبادرتنا فإنك لا ترى هذه القوائم، تراها ولكن بدأ هناك ترى تحول في هذه القائمة، أصبحت ترى خارطة الكرة الأرضية. إذا التسلسل الذي في القائمة فقدت معناها، القائمة بدأت تفقد قيمتها رويدا رويدا. أخذت الخارطة التي تعرض الزوار كلهم بشكل متساوي هي التي تحتل الصورة. أيضا القوائم في الكتب بدأت تزول، أخذت الأشكال التوضيحية، المربعات والدوائر التي تتصل بينها فيما بينها بالخطوط هي التي تسيطر. القوائم أصبحت أمرا قديما، لاحظوا هذا في الكتب، القوائم أصبحت قديمة، وأصبحنا نسمع عن البرمجة العصبية، كيف ترسم المخطط لأفكارك. ترسم مخطط، مثلا لديك مثلا خطة ما، فترسم مخطط لهذا بالمربعات والدوائر وبالخطوط فيما بينها. تكلمنا كذلك عن الكتاب، أن الكتاب يؤلفه مؤلف واحد من أول صف. الكتاب القديم يؤلفه، يعني انظروا إلى كتب مثلا ابن تيمية عشرات الأجزاء، إلى كتب لينين مثلا 54 جزء، مؤلف واحد يؤلف كل هذه الأجزاء. ولكن اليوم فإنك ترى العديد، كتاب واحد عديد المؤلفين، كتاب صغير كما رأينا، كما سترون في الشريط الذي سندرجه لاحقا، الشريط المطالعة. فإن كتاب واحد يؤلفه عدة مؤلفين، وفي الويكيبيديا ملايين المؤلفين هم الذين يؤلفون. هذا كان مجرد يعني توضيح للتذكير بما سبق. تكلمنا عن الإبداع وروجنا له بشكل ديماغوجي، والآن يحزنني أن أقول لكم أن الإبداع ليس هو نهاية التاريخ السعيدة. الاختيار، كنت قد فكرت بعدة عناوين لاختيار هذا الاسم، هذا الفيلم، وحتى الآن لم أختار عنوان لأنها محيرة، كلها جميلة. العنوان الأول: ما وراء العولمة. ما وراء العولمة الإبداعية، يعني نتكلم عن العولمة، عن الإبداع. العولمة الإبداع وجهان لعملة واحدة. في عنوان هنا يا خادش للأدب. العنوان الثاني: الأمير يدفي نفسه. الأمير نقصد بالعولمة، أو الأمير يدفي نفسه. عنوان آخر: بقايا قشرة بطيخ، نقصد لب البطيخ نفسه. هنا في مفارقة لا تخفى عليكم. العنوان التالي: وأن العولمة يرثها أعداء عبادها المتعصبين. العنوان التالي: عالم
عالم يسير نحو الموت، أو شاب يسير نحو الموت، أو عنوان سباق الموت، وصية أب على فراش الموت لأولاده: الحقوا بي. يمرقون من الإبداع كما يمرق السهم من الرمية. إذن فالإبداع كما يعني واضح من هذه العناوين فهو ليس نهاية التاريخ السعيدة. الإبداع هو زوال الحدود. عندما تزول الحدود فتحدث تغيرات هائلة بشكل كبير جدا، والتغيرات قد تكون بعدة اتجاهات، اتجاهات إيجابية واتجاهات سلبية. عندما تكثر الإمكانيات، إذا في كان أمامك امتحان وهناك إجابتين فقط للسؤال فربما تتحير قليلا، ولكن إذا كان 10 إجابات ودمج فيما بين هؤلاء 10 إجابات فعندها ستحتار كثيرا. وهنا في العولمة نفس الأمر تماما، في العولمة هناك الكثير من الإجابات، لذا فإن الحيرة تزداد. في التفكير المتعصب، التفكير التسلسلي، هناك مرجعية. في الإبداع لا مرجعية، لا مرجعية، لا مرجعية فكرية. مثلا كل 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 لماذا يكون تنظيم متعصب؟ لأن لديه مرجعية ويدور حول هذه المرجعية فيتكون متعصبا أو يكون متحمسا أو متعصبا. ولكن إذا لم تكن مرجعية يكون ينطلق من، يعني إذا كانت له مرجعية فنشبهه يعني بالحصان المربوط بحبل حول محور ما، فإنه يدور، يكون له مرجعية، مرجعية تجذبه. ولكن إذا فلت هذا العمود الذي يربط الحصان فيصبح الحصان بلا مرجعية ويأخذ، يكون طريقا ويسافر إلى حين شاء. وهكذا ما حدث في أوروبا، حيث أنهم فقدوا مرجعيتهم الدينية بعد انتصارهم على الكنيسة، ولم يتبقى لهم إلا مرجعية العلم، ومرجعية العلم لا مرجعية لها، لأن العلم ليس هو أمر تقني، العلم هو أمر تقني وللفلسفة، والأمر التقني لا يشكل، هو محدود في مجاله ولا يستطيع أن يشكل وتد للفلسفة التي من طبيعتها الانطلاق. إذن فأصبحت أوروبا من غير مرجعية، انطلقت في إبداعها، زالت الحدود في أوروبا. فأخذت أوروبا تحتار حيرة، أوروبا تعيش في حيرة، في حيرة دينية. كثير منهم خرجوا من الدين، منهم من يسلم، منهم من يتبوذ، منهم من يدخل الطوائف الغريبة، منهم من يدخل طوائف الشيطان، منهم الهبز الذين نراهم هنا في 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 الشوارع، يجلسون في البرد الشديد، يشربون الخمرة، لديهم بيوت. حتى اللاجئين الفلسطينيين يأتون من لبنان يعطونهم بيت ويحفظون نفسهم في هذا البيت. ولكن هؤلاء ألمان أصليون نفروا من حياة الحضارة، لا يوجد لهم هدف في الحياة، لا يوجد هدف، فنفروا من هذه الحياة ويعيشون في، يجلسون على الشارع ويشربون المسكرات طول الوقت. فوصلوا إلى حيرة في الجنس، هناك حيرة في الجنس، هل أنا ذكر أم مؤنث؟ لماذا لا نجري عملية تغيير؟ ممارسة الجنس مع الآخر، مع الشبيه، مع الحيوانات. يعني هناك في، قرأت في الجزيرة، أنشأت شركة لممارسة الجنس مع الحيوانات أحد الدول الاسكندنافية. زالت الحدود، انطلقوا في الإبداع، ولكن فاتوا في المناطق المحرمة. ولعل أحدى هذه، أحدى يعني أثمن، أحدى أغلى مستحقات الإبداع، وهي نظرية داروين
كانت هناك في تقسيمات بين الحيوانات، كل حيوان خلقه الله منفردا، والإنسان متميز عن الحيوانات، هناك حد فاصل بين الإنسان والحيوانات. فقال داروين لا، ما في منه، نحن كلنا أتينا من سلسلة واحدة. فهذا يدل على رغبة الإنسان بإيجاد العلاقات بين جميع الأشياء. ربما تدل هذا على الشيزوفرينيا فكرية، الشيزوفرين يريد أن يجد علاقات، كما ذكرنا عن جورج ناش هذا البروفيسور بالنوبل، كان يجد علاقات في الأحرف التي يقرأها في الجرائد، تخيلها رسائل سرية من المخابرات السوفيتية إليه. ولعل داروين كان مر بنفس الحالة، فهنا تحدث الحيرة، وهذا على ما ذكر الرسول، يمسي المرء كافرا يصبح مؤمنا والعكس، وهنا في الزمن الانتقال السريع والتنقلات فإن هذا ممكن. لنركز الآن على الشيزوفرينيا. على الشيزوفرينيا ذكرنا أن الإبداع هو زوال الحدود. الشيزوفرينيا أيضا زوال الحدود. نحن نعيش في زمن شيزوفريني. الشيزوفريني هو إنسان يحس نفسه أنه البرنوئيدي، شيزوفريني برنوئيدي، يحس نفسه أنه مطارد من جميع الجهات. نحن الآن هذا الزمن مطاردون، نحن في هذا الزمن مطاردون. في قبل 100 عام، أو إذا كان واحد يشعر أنه مطارد، إذا كان واحد يجلس لوحده في الغرفة يشعر أنه مطارد، فكان هذا أمر مرضي. ولكن اليوم أمر صحي، أمر طبيعي، إنه مش أمر صحي، أمر طبيعي، إنه أو لنقل أمر من المحتمل جدا، إذا لم يكن أكيد، أن عندما نمشي في الشارع ونكون في الغرفة أو فإننا مراقبون. في الحاسوب مثلا، الحاسوب يراقب، الحاسوب يراقب إلى أين تدخل إلى أين تخرج. حتى تكلمنا عن مراقبة ما يستمعه الإنسان في المرناة عن طريق سماعات الحاسوب للترويج اللي يرسل إليه دعايات موجهة. ولكن يمكن استخدامها طبعا للتجسس، من الهاتف يمكن التجسس، يمكن إرفاق شريحة كما فعلت إسرائيل بإحدى السجناء الفلسطينيين، عماد عوض الله أظن، قامت بإدخال شريحة في جسمه، افتعال عملية وهمية في جسمه، وقام بإدخال شريحة وأطلقوا سراحه. فذهب والتقى بأخيه، فعندما تتبع الشريحة وقصفوه. قبل دقائق رأيت بيتنا بعيد في فلسطين، آلاف كيلومترات، رأيته على الشاشة بالجوجل، مابس جوجل، نقطة جوجل، تجد ترى البيت. فربما تتطور هذه التقنية، وستتطور، وربما بعد 20 أو 30 عام تستطيع أن ترى بيتك أو ترى أي منطقة في العالم بالبث المباشر. ربما هذه التقنية موجودة اليوم، ولكنها موجودة بالمجال العسكري ولم تنتشر في المجال المدني. قامت ألمانيا باختراع جهاز يميز، يستطيع أن يميز وجه المشتبه بهم في القنوات، في المطارات وفي المحطات المركزية. يعني تدخل المعلومات بالأشخاص المشتبه بهم، وهذا الجهاز، هذه آلة التصوير، تصور الوجوه وتقيس أبعاد الوجوه وأشكالها وتقارنها بالبنك المخزن. هذا وتكون مراقبة تلقائية في البصمات، يتم المراقبة بالبصمات. إذا فكل الإبداع يسير باتجاه الشيزوفريني. ف مثلا الشيزوفريني البرنويدي قلنا مطارد، فالإنسان الطبيعي في زمن ما وراء الإبداع يشعر أنه مطارد، وهو فعلا سيكون مطارد. ماذا كان هنا؟
حتى يمكن أيضا مطاردة الماضي. الصورة التي يراها الإنسان تبقى مخزنة على الشبكية أظن 3 4 ساعات بعد ما يراها، فيمكن ربما يعني بالمستقبل أن يتم استرجاع الصور التي مرت بذهن الإنسان. هناك أيضا مراقبة لمخ الإنسان، مثلا رأيت تجارب على المرنة الألمانية لشخص متهم بقضية ما، وضعوا المجسات على رأسه وأخذوا يسألونه عن الجريمة ويذكرون له كلمات، منها قسم يرتبط بالجريمة ومنها قسم لا يرتبط بالجريمة، وكانوا يرون أي جزء من الموق من الدماغ الخاص به يعمل، فإذا عمل فكان عندما يذكرون الأسماء المتعلقة بالجريمة فإنه لا يذكرها، بعدين يذكرون الأسماء الأخرى فإنه لا يذكرها، لم يجدوا فرقا. لو كان مجرم لكان يتذكر، لكانت الأجزاء الدماغية المسؤولة عن الذاكرة لكانت تعمل، تطلق إشارات عندما يقولون كلمات يتذكر من الجريمة، ولكن لم يتذكرها، لم يكن فارق، فقالوا إنه يعني بريء. هذا الشخص كان مسجون في السجن، فيمكن التحكم بأفكار التحكم بمعرفة أفكار الناس. يمكن مثلا التحكم في هناك آلات تصوير يمكنها أن ترى تعبر الجدران، هناك آلات تصوير يمكنها تصور درجة حرارة الجسم، ودرجة حرارة الجسم يمكن اكتشاف الالتهابات، هناك آلات تصوير يمكن اختراق الملابس، هنا آلات تصوير التي يمكنها قراءة الكتاب وهو مغلق، تصوره. فإذا علمنا الإبداع، العملة الوجه الثاني الإبداع، الوجه العملة الثاني الإبداع هو الشيزوفرينيا. الشيزوفريني شخص إذا قلنا يحس أنه مطارد، برنويد، الشيزوفرين برنويدي، يشعر أنه مطارد، وفي زمان سوف يكون كل واحد سوف يكون مطارد. يكون الشيزوفريني يشعر بأنه يتلقى رسائل، يتلقى رسائل من قوى مجهولة، مجهولة المصدر، وهذا هذا ما 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 يحصل حاليا. أنا الآن أمر في مرحلة شيزوفرينية، أنا أتكلم إليكم عبر آلة التصوير ولا أراكم ولا ترونني، ويعني لو أنا رأيت نفسي في هذا الموقف قبل 10 سنوات أو قبل 5 سنوات لاستقربت من هذا الحادث. فشخص يتكلم لوحده في الغرفة، فلو الجيران عندما يسمعونني فسيقولون هذا شخص يتكلم لوحده لعله شيزوفريني. فالشيزوفريني إذا نحن نستمع في للمرنة، تصلنا أمواج، أحيانا أرى أناس يعني يضعون السماعات الاستماع في آذانهم ويتحركون وهم طربين ومندمجين معه. ربما في المستقبل تصغر هذه السماعات وإلى شكل غير ظاهر، وعندها سوف تصبح هذه السماعات يعني ترسل أمواج طبعا، ويسمعها الشخص ويبدو كأنه شيزوفريني. أكثر من هذا، هناك في رأيت برنامج مثل المرآة الألمانية عن مستقبلات صحون عملاقة في أمريكا وفي لا أدري أين بالضبط، تستقبل الأمواج الصوت، الأمواج التي تصلنا من الفضاء، ويقومون بتحليلها لعل إحدى الحضارات المجاورة لنا، المجاورة يعني نقصد بضعة آلاف من السنين الضوئية، ترسل لنا أمواج صوتية، رسائل صوتية. ويمكن لأي شخص أن يدخل إلى الموقع الخاص بهم، لا أذكر اسمه، ويمكنه أن يساهم بمراقبة هذه الأمواج. إذا نحن نراقب الأمواج، إذا نحن الآن وصلنا إلى مرحلة الشيزوفرينيا. نحن نستقبل أمواج من مصادر مجهولة، من المرنة، من الحاسوب، من إسرائيل تخترق الإذاعات الفلسطينية وتدخل إليها بياناتها الخاصة، تخترق الإذاعات الراديو
وتبث بياناتها، إذن أمواج تصلنا من جميع الجهات، رسائل بريدية تصلنا، تجارية، رسائل تجارية تصل من جميع الجهات. إذن فهناك يعني نحن هذه الحضارة، ما بعد حضارة الإبداع تبني تحفر قبرها بنفسها، لأنها تزول الحدود فيها، لا يوجد حدود، لا يوجد مرجعية، توجد حيرة. الرسائل تبدأ تصلنا، نمر بمرحلة الشيزوفرينية. على ماذا أعتمد أنا عندما أتكلم هذا الكلام؟ لنرى هنا مقال عن بعنوان بين الأدب والفن والنفس، بين العبقرية والجنون، الدكتور هاشم صالح، كاتب مفكر. في هنا يقول الاقتباس الأول: هناك شعر رقيقة جدا تفصل بين العبقرية والجنون. والعبقرية هنا هي يمكن الافتراض أنها الإبداع، يتكلم في باقي المقال يصفها بالإبداع. إذن فنحن تكلمنا عن حضارة مبدعة، ولكن هذه الحضارة المبدعة تفصلها شعرة رقيقة عن الجنون. وقال لودفيك فيتجنشتاين: مثلما أن المرض يحيط بالصحة من كل الجهات، فإن الجنون يحيط بالعقل من كل الجهات. نكمل، لاحظوا هنا نحن أسقطنا نحن الآن نسقط جنون الأشخاص العباقرة على جنون العولمة المبدعة. وفي عام 1859 كتب مورو دوتور، وهو طبيب نفساني، دراسة تحليلية شخصية الشاعر جيرار دونيرفال الذي كان قد انتحر قبل وقت قريب، وأثبت فيها أنه كان مصابا بتهيج هوسي دوري هو السبب في إبداعه. فحالة الإبداع هي حالة هوسية. إذن حالة الإبداع حالة هوسية، مش أشخاص فقط، ولكن أنا أفترض مبادرة تفترض أنها حالة هوسية أيضا على مستوى العولمة. يبلغ فيها، فحالة الإبداع هي حالة هوسية يبلغ فيها التهيج حده الأقصى. ولو أن الشعراء والكتاب العرب هنا أمر آخر، هنا يتكلم عن عباقرة الذين انجنوا، يتكلم عن عبقري كان جالسا مع أصدقائه ذات ليلة، ثم قام فجأة وعندها عرفوا أنه ذهب لينتحر في نهر أستين في فرنسا. هنا سوف نصل. قلنا إذن بأن العبقري يشترك مع المجنون أو مع المريض العقلي بصفة أساسية واحدة، هي التأزم الداخلي. ولكن الفرق بينهما هو أن أزمة العبقري تنحل عن طريق الإبداع، في حين أن أزمة المجنون تبدو مجانية ولا تؤدي إلا إلى الهذيان الفارغ. هذا يعني أنه لولا إبداعه الخارق لكان العبقري قد أصبح مجنونا. في يوم الاثنين بتاريخ 27 فبراير 1854 كان الموسيقار الألماني الشهير روبرت شومان جالسا مع أصدقائه في جلسة سمر في بيته، وفجأة يترك الزوار ويخرج بثيابه العادية. واعتقد أصدقائه عندئذ أنه خرج لحاجة ما وأنه سيعود بعد قليل، ولكنه في الواقع توجه مباشرة إلى نهر الراين وألقى بنفسه فيه بعد أن وصل تأزمه إلى حده الأقصى. حسنا، هناك فيلسوف فرنسي كونت، أوغست كونت، مؤسس الفلسفة الوضعية،
كان على حافة الجنون أكثر من مرة، وأنه حاول الانتحار عن طريق رمي نفسه في نهر السين. إذن وهناك آخر فقرة نقرأها من هذا المقال، ولكن هناك خطرا آخر يهدد العبقري كما ألمحنا إلى ذلك أكثر من مرة، ألا وهو الجنون أو التوتر العقلي الشديد أو الهيجان. وقد أثبتت آخر دراسة إحصائية أجريت مؤخرا على هذا الموضوع أنه نادرا ما يخلو عبقري ما من إمارات الجنون أو التوتر النفسي الحاد. وقد قام بهذه الدراسة الباحث فيليكس بوست عام 1994، أي أنها حديثة العهد جدا، وشملت 292 شخصية تنتمي إلى عالم السياسة والفلسفة والفن والإبداع. وتبين بعد إجراء هذه الدراسة أن هؤلاء العباقرة يتميزون بصفات غير طبيعية، فهناك نسبة 50% منهم يتميزون باضطرابات نفسية حادة جدا، بل وتشلهم على الإبداع في بعض فترات العمر، وترتفع هذه النسبة لدى الفلاسفة فتصل إلى 60%، ولكنها أعلى ما تكون لدى الأدباء والشعراء خصوصا حيث تصل إلى 70%، ثم تنخفض لدى الرسامين والموسيقيين ورجال السياسة حول 30%. فلماذا يصابون هؤلاء؟ عندما نتكلم عن الحضارة فإن هناك عدة أمواج في هذه الحضارة، عدة كيانات. كل الحضارة كالقافلة، والقافلة فيها طليعة، هناك فيها تحوي على طليعة وتحوي على الناس في متصفها وفي خلفها، وهؤلاء المفكرون في الطليعة. فلذا يمكننا استشراف إلى ماذا، إلى ما ستقول إليه الحضارة مما من مما من 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 إسقاطنا ما يمر به هؤلاء المفكرون على 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 حضارتهم. إذن لأن المفكرين هم يسبقون زمانهم، عندما الناس يفكرون بما يفكر، يعني نحن نفكر بما فكر فيه أينشتاين، ولكن متى؟ بعد 20 أو 30 عام نفكر ما فكر به أينشتاين. كل الأفكار تكون، هناك كثير من المؤلفين الذين ماتوا وبعد موتهم نشرت كتبهم، مثل شبينوزا. بعد 7 سنوات من موت شبينوزا، الفيلسوف شبينوزا، تم نشره كتبه بعد 7 سنوات أو 9 سنوات، لا أذكر بالضبط. إذن فالفلاسفة والمفكرون يسبقوننا بالزمان، لذا فإننا نعارض أفكارهم، ولكن أفكارهم هي التي سوف تروج وسوف تنتشر، لأنهم هم الذين يقودون هذه القافلة، وإن كانوا يبدو أنهم يعني غير مؤثرين فهم الذين يقودونها. وإذا رأينا أن القافلة، هذه القافلة المبدعة، سوف تنتهي بها الحال إلى الجنون، وأثبتنا وقارنا هذا بما يحدث للعباقرة. إذن قد تقولون، إذن من سيسلم إذا انهارت الحضارة المبدعة؟ أوروبا مثلا، أوروبا هنا تنهار، أوروبا هنا تنهار، نسبة الولادة تزداد، هنا يعيشون في حيرة تامة، في حيرة تامة. ترى هنا برامج على المرناية، على برامج غريبة، يعني تسمع عن شخص، ترى شخص على المرنى يقول لك متجوز ولديه 5 أولاد، وبعدها تذكر أنه امرأة، شعر أنه امرأة، فقام بتحويل نفسه إلى امرأة، وهنا يعيشون زمن الحيرة. فإذا قد تقولون لي لماذا لا نبقى نحن متعصبين، نفكر تفكير تسلسلي، لماذا لا نتحول لإبداع؟ الإبداع يرتبط يعني أيضا بالجنون، وإحنا لا نريد أن نصل الجنون. فهذا يعني يمكننا القول كأنه كأن طفل يريد يقول أنا لا أريد أن أصبح شابا، لأني إذا أصبحت شابا سوف أقترب إلى الشيخوخة، وهذا ما لا أريد، أريد أن أظل طفلا. لا،
يعني هاي المسيرة مكتوبة علينا، مكتوبة السير إلى الأمام. فعندما الحضارة شبهها بالحياة الإنسان، تكون تفكيرها تسلسلي مثل تفكير الطفل. تفكير الطفل تسلسلي غير مبدع، الطفل يستطيع أن يجلس ويقرأ ويركز، ولكن الإنسان الكبير لا يستطيع أن يركز كثيرا لأنه لديه كثير من تفكيره يختلف، يكون مبنى الدماغ الكبير يكون مختلف، الوصلات العصبية تكون أكبر من الوصلات العصبية عند الطفل لذا يكون التركيز أعلى. إذا قرنا هذا مع الإنسان القديم، الإنسان القديم كان يستطيع أن يجلس الساعات والساعات وهو يحفر بآلاته وهو يصنع آلاته، كان لديه تركيز شديد، ولكن الآن تركيز الإنسان لديه روابط أكثر في دماغه، فهو لا يستطيع التركيز ولكنه يستطيع الإبداع. هذه المسيرة تسير إلى الأمام، لا نستطيع نحن إيقاف الزمان. فالإبداع يجب أن نسعى إلى الإبداع وهذه القمة، ولكن ويجب أن لا يعني نخاف من السقوط لأن هذا هو قدرنا. عندما من يستلم الشعرة بعد الإبداع؟ القضية كالآتي، تأتي الأمة تبدع تزول الحدود وترتقي، وبعدها يأتي تموت تبدأ بالاضمحلال، تفقد مرجعيتها، فتأتي الحضارة المتعصبة وتأخذ المنجزات التقنية والفكرية للحضارة هذه ما وراء الإبداع، حضارة ما وراء الإبداع، وتستلم القيادة، ولكي تقود وتبدأ بالتوسع، تبدأ بالتشعب الفكري والإبداع، وعندها تصل إلى نفس تصل إلى مرحلة الإبداع ومرحلة العولمة، وإلى بعدها إلى مرحلة ما بعد العولمة، وعندها تسقط هذه الحضارة. إذن يمكننا إذن فبمقابل الموجات التي تدغدغ البحار، إن هناك موجات عملاقة كبيرة تجتاح اليابسة، إنها موجات الحضارة. يجب أن تخيلوا الخارطة كلها، الخارطة اليابسة كلها موجات عملاقة، موجات تصعد وموجات تهبط، حضارات تهبط وحضارات تصعد. الحضارات التي تصعد يجب أن تكون في بداية حضارتها تكون متعصبة، وهذا ما ذكره ابن خلدون، وقال أن الحضارة زمن الدولة هو 120 سنة، 30 يعني 4 أجيال، الجيل الأول هو الجيل الذي لديه العصبية والحمية، ثم يأتي الجيل الأبناء ويكون الحمية أقل، ثم الجيل الثالث لا يعلم ما صنعه الآباء، ثم يأتي الجيل الرابع عليه في عصر تكون نهاية الدولة. لأن الحضارة هي حضارة كونية، كل الشعوب ساهمت في الحضارة الكونية، ولا يوجد لفضل على ولا يوجد لحضارة فضل على حضارة أخرى، كلها ساهمت في هذه الحضارة التقنية والعلمية، ولكن السؤال يبقى من سيساهم في الحضارة الأخروية؟ إذن في هنا قصة لكي نذكرها بس لنتمم ما ذكرناه عن الشيزوفرينيا، والحد الفاصل بين الشيزوفرينيا والإبداع يعني غير موجود. نذكر قصة من كتاب ممتاز سوف نعرضه لاحقا، اسمه تنينات عدن، تأملات عن تطور ذكاء الإنسان لكارل ساغان من مؤسسي ناسا. يقول هناك قصة مشهورة هي حالة جيمس فورستال، أول وزير الدفاع في الولايات المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. اعتقد فورستال أن العملاء السريين الإسرائيليين كانوا يتتبعونه في كل مكان. شخص أطباؤه الذين كانوا معتقدين بسخافة الفكرة أن هذه الحالة زورانية يعني برنوئيد، وأحالوه إلى مستشفى والتر ريد العسكري،
والتر ريد أرمي هوسبيتال، حيث قفز من الدور الأعلى فيه إلى مقتله، واكتشف فيما بعد أن فورستال كان بالفعل مراقبا من الإسرائيليين خوفا من عقد صفقة مع الدول العربية. انتهى هنا. إذا نرى هنا بأنه لا يوجد حدود بين إذا فقلنا أن الحضارات كلها كموجات عملاقة تصعد وتهبط، وكل الحضارات تساهم في هذا. وقد يقول القائل تخلف المسلمين هو يعني لازم يكون حتم مسيري. نحن نقول نحن أنا أقترح أن يكون تعدد للمراكز الحضارية في الدولة الإسلامية، مثلا كما كان في مركز في بغداد ومركز في الأندلس، فإذا سقط مركز ظل مركز حضاري آخر يشع. ولكن كما نلاحظ الآن بسبب كون الدولة الإسلامية كانت موحدة، معظمها كانت موحدة على زمن الدولة العثمانية، فعندما سقط المركز واحد فكانت كلها في تحت مركز واحد، سقط هذا المركز فلم يبقى مراكز حضارية أخرى مراكز فكرية، فربما كان في انقسام الدول الإسلامية إلى عدة مراكز حضارية فائدة من هذه الناحية. إذا هبطت موجة حضارية لدولة الحضارة الإسلامية أولى مثلا في الهند، تبقى موجة ثانية في المغرب أو هكذا، وعندها يمكن لإحدى الموجات أن تسد النقص في الموجات الأخرى. ونحن يعني هذه الموجات كموجات التسونامي، ومن هنا نبث إليكم موجة التسونامي عبر الأثير، موجة تسونامي ملؤها غبي من لا يطالع، مقلد من لا يطالع، أرنب من لا يطالع ولا يعترف أنه غبي أو مقلد.